الحمد لله اليوم وهيني في الإسعاف، رايحة إن شاء الله على مصر، وإن شاء الله بكرة هبدأ علاج. فأنا الحمد لله بشكرك يا قناة غد إنكم خلتوني أعمل هيك، وصلت صوتي لمصر واليمن. الحمد لله اليوم بدي أسافر وبكرة بدي أتعالج، وأصير أمشي على رجلي ويتركب لي رجل زي هيك. الحمد لله، شكرا لك يا قناة غد. انا بدي مثل الامارات، اي دولة، اي مدينة تقبل فيي تعالجني، انه اعالج هذا الرجل واعالج هذا الرجل، انه اعالج هذا الرجل كمان، اني ما بقدهاش وتصير زي هذا الرجل.